السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، اخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الحلو اللي بعد رمضان هنعمله كتير عشان الصيف والأعياد، ما هو جاي العيد، ودايما يا رب مسلم ومسيحي بخير. الحلو نقول له يا حلو في عينيه. شايفين عملني ايه النهاردة؟ يا رب كده الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ادعوا لي دعوة حلوة، ربنا يكمل شفايا على خير. يلا نقطعها مع بعض، نجيبها كده مع بعض بالمقطع. شوكولاتة شوكولاتة يعني. طبقك فين بقى يا بتاعت الشوكولاتة؟ الناس اللي بتحب الشوكولاتة نرفعها كده مع بعض. شايفين؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ايه رأيكم بقى في الحاجة اللي غرقانة شوكولاتة دي؟ تعمليها وتقدميها لولادك انت، ومقولكيش بقى حاجة كده من الآخر، كريمة والبسكوت والشوكولاتة، شوكولاتة غرقانة شوكولاتة. يلا نشوف الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولولي رأيكم ايه. تعال، ده الحلو بزيادة، أحلى من كده صيف وشتاء ورمضان كريم يتعاد عليا وعليكم بخير، اللهم آمين. بحبكم كتير. يلا كده تعالوا الفيديو، وهتدخلوا وتزيدوا وتنوروا. كل اللي يحبني ببعت له كلمة حب وشكر، وشكر المارينا وكل حبايبها وكل صحابها وكل اخواتها. كل سنة وانتم طيبين. معانا الحلو، هنعمل حلو يا حلوين. الحلو ده عبارة عن حاجة حلوة قوي. طبعا احنا بنقول اللبن اللبن اللبن، دايما وصفات اللبن ما بتنتهيش ما شاء رب العالمين. معايا حبايب قلبي، قولي لتر لبن، لتر لبن، تمام؟ تمشي على الوصفات هتعجبك حلو قوي. معانا حبيبة قلبي 4 معالق كاكاو. الكاكاو ده كاكاو من النظيف، كاكاو حلو عشان يديكي درجة حلوة. معايا حبيبة قلبي نشا، معايا انا بالظبط بالظبط 5 معالق نشا، تمام تمام. معانا حبيبة قلبي بقى السكر حسب رغبتك انت، انا عاملة 6، التحلية بتاعتي 6، تمام. ومعايا حبيبة قلبي كريم شانتيه، قولي 2 معلقة كبار هرمية او 3، يبقى الكريم شانتيه 3 معالق، السكر حسب التحلية 6، معاك حبيبة قلبي النشا 5 معالق كبار، معاك الكاكاو 4 من المعالق الكبيرة دي اللي انتوا شايفينها، ومعايا لتر لبن، معايا علبة بسكوت حسب ما انتي بتحبي. انا عاملاها في قناتي التانية بسكوت مدور، انا بقى غيرت النظام وجبت علبة بسكوت اهي، تحلية كده على البارد. معايا كيس فانيليا، معايا مكعب زبدة بيضة، اي زبدة عندك، ومعايا يجي مثلا المكعبات اهي شوكولاتة، قولي مثلا 5، ماشي، يعني نص الباكو. هنعمل ايه؟ خطواتنا كده سريعة وحلوة. اول حاجة معانا اللبن بتاعنا مغلي وشايلين منه القشطة، او انت سايبة القشطة اللي يعجبك. هذا اللبن بتاعي اهو. اول حاجة هننزل بالكاكاو بتاعنا، كل ده احنا هنصفيه، ما تعمليشي وتشتغلي كده على طول، كل ده هنصفيه بس بعد ما نقلبه حلو قوي. معانا النشا بتاعتنا على البارد، تمام. معايا السكر، تمام. معايا الكريم شانتيه كده، تمام. بس معاكي بقى ان انت تقلبي التقليبه الصح، وبرضو بعد ما هنقلبه هنجيب المصفى ونصفيه، هيطلع منه شوايب او حاجات زي ما انت شايفة في المصفى كده، بس انا لسه هصفيه، تمام. اقلبه حلو قوي وارجع لكم. كده بعد ما احنا قلبنا التقليبة اللي احنا بنقول عليها، هنجيب المصفى بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اهو، هنجيب بقى كده ونصفيها حلو. لازم يا جماعة نصفيها حلو حتى مهما تقلبي، تمام. اهو شايفين التكتلات دي لازم منها، تمام.
تمام، هنطلع بقى على النار علشان لازم تغلي، لازم معانا الحاجة دي تغلي على النار على طول. انا كده ضفتها على النار وبدأت تسخن معايا دلوقتي، طبعا النش هتبدأ تسخن وايدك هتبقى فيها على طول. تعالوا بقى كده على ما تسخن نرص الصينية اللي احنا هنعملها او العلبة اللي احنا هنعملها او الكاسات او الكوبايات حبايب قلب حسناء. ده البسكوت بتاعي، ودي علبة كده زي ما انتوا شايفين، علب تلاجة. تمام، انتوا ممكن تعملي برضو في العلب دي اهي. تمام حبايب قلب حسونة، هنبدأ بقى نرصهم هنا حبايبي، نرصهم هنا الاول كده. هي دلوقتي زي ما انتوا شايفين قوامها تقل خالص، انا بعمل بالمعلقة النهاردة، شايفين قوامها تقل خالص. هنضيف بقى حبيبة قلبي اول حاجة الزبدة، ماشي الزبدة، وبعدين هنضيف مكعبات الشوكولاتة. تمام كده احنا ضفنا كل المكعبات بتاعتنا، ننزل بقى بكيس الفانيليا، هننزل بقى كده بكيس الفانيليا بتاعنا، وتقليبه حلوه بين ايد ست الكل، ويبقى خلاص على كده. بس دوبي القشطه الزبده والشوكولاته كده، زي ما انتم شايفين الشوكولاته بتاعت اختفت اهو، شايفين قوامها حلو ازاي وبتلمع، عشان الزبده طبعا بتخليها لها طعم. وادي الشوكولاته ساحت وناحت، هنبدأ بقى نصبها على البسكوت اللي احنا قلنا هنرصه. يلا بينا، اهي حبيت بس اوريكم قوامها. يلا طفي بقى نارك، يلا حبيبة قلبي كده قوامها زي ما احنا متفقين اهو. تمام، وادي البسكوت اللي انا رصيته. انتوا بقى عايزين الرصة بتاعتكم طبقات، يعني ايه طبقات؟ رق بسكوت ورق شوكولاتة، رق بسكوت ورق شوكولاتة اللي يعجبك. هو في بسكوت اهو، وادي الشوكولاتة اهي، وطبعا لو حابة تعملي كريم شانتيه، كريم شانتيه ما بينهم في النص طبقات كده حلوة، يبقى بسكوت شوكولاتة كريمة. ماشي، انا هبدأ احط بقى ايه طبقة الشوكولاتة الاول حبيبة قلب حسون. اهي يا حبيبتي وابدأ انا ايه اشتغل انا، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الشوكولاتة، انت بقى عايزة تعملي طبقات اللي يريحك. تمام، بسم رب العالمين. الشوكولاتة طبعا تقيلة، ابدأ بقى انا ايه اعمل كميتي كلها كده بسم رب العالمين عشان خاطر اخلص. انا ضفت من تحت شوكولاته، هبدا اعيد تاني زي ما انا قلت، بس هضيف كريم شانتيه. حلو الكلام، يلا نضيف كده مع بعض كده. زي ما انتم شايفين غطست او غطيت البسكوت بالكريمه، هبدا بقى انزل ببسكوت تاني وايه واختم بالشوكولاته بتاعتي. حلو الكلام، يلا كده بقيت البسكوت بتاعي، هبدا بقى اضيف الايه صوص الشوكولاته وختامه ايه مسك. احلى تحلية باردة هتاكليها حبيبة قلبي. وكده احنا خلصنا برضو علبة البسكوت بتاعتنا اهي، كده ايه احسن وافضل. يلا بقى نخلص الصوص بتاع الشوكولاتة. كده الشكل بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو، عندك بقى انت الشوكولاتة الخام هتبشريها وتضيفيها على وشها كده حبيبة قلبي اللي يريحك. عندك جوز الهند زيي، انا هضيف حاجة بسيطة كده اكسر الشوكولاتة دي. زي ما انتوا شايفين انا ضفت جوز الهند دلوقتي، هبدأ بقى انضف الصينية بتاعتي او العلبة بتاعتي عشان ادخلها التلاجة. هتدخليها التلاجة حوالي 5 ساعات 3 ساعات اللي حسب درجة حرارة التلاجة بتاعتك، وتاكلي احلى حاجة انتي عاملاها لولادك. انا عاملاها مرة وبعملها تاني وبعملها معاكو تاني، ويا رب كده الفيديو يعجبكو. بس طبعا العلبة التانية انا عملت العلبة البسكوت كاملة، انتي بقى اعملي رق ورق، ولما بتبرد بتبقى حلوة قوي في الصيف، وحلوة قوي لشهر رمضان، وحلوة قوي للمصيف، وحلوة قوي 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 في ليالي الصيف. كل سنة وانت طيب. هدخلها بقى انا دلوقتي التلاجة وهوريها لكم ان شاء الله، ويا رب كده تعجبكم. فيديو حلو، واللي عجبكم ما تنسوش تقولولي رأيكم في ايه. شوكولاتة خام، ولو عندك زودي بسكوت البسكوت اللي هو الباريو، ممكن تجيبيه وتكسريه برضو على وشها، حلو معاكي.
فيدي واستفيدي، وهي معلومات وكلنا بناخد فكرة وبنكمل بعض. كل سنة وانتو طيبين، وما تنسوش منوعات حسناء الحلو وتحلية حلوة ليكوا يا حلوين، والحلو نقول له يا حلو في عينيه. كل سنة وانتم طيبين، يتعاد عليا وعليكم بخير، اللهم آمين. بحبكم في الله. هذا الحلو بتاعنا بعد ما طلع من التلاجة زي ما انتوا شايفين، مش عايزة اقول لكم بقى، مش عايزة اقول لكم. رمضان هيخلص، العيد هيجي، تعمليه في العيد، ليالي الصيف الحلوة لميهم وجمعيهم، حاجة كده ترطب من الآخر، شم النسيم، أعياد وسعاد. كل سنة وانتم طيبين، يتعاد عليا وعليكم بخير، اللهم آمين. أدى الحلو بتاعنا اهو، يلا حلوة انتي وهي، اعمليه هيعجبك وهيبقى حاجة كده مية مية، ما اقولكيش عليه. بحبكم كتير. وهو يا حبايب قلبي بعد ما قطعناه، ايه رأيكم بقى؟ قولولي، شايفين حاجة كده ما اقولكوش. الواحد عايز يقول يلا ناكل دلوقتي اهو، بعد التقطيع حبايب قلبي حسونا اهو، شايفين حاجة كده غرقانة ما اقولكوش بقى. كريمة والبسكوت عامل شغل فيه، والشوكولاتة. يا رب كل اللي عمله يعجبكم وينور رضاكم، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب يتعاد علي اعياد وعليكم بخير كل حبايبي في الله. يا رب دايما السعادة والهنا وصحة وهنا مني ليكم. انا اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.